إلى الملف الأمني، وبولاية عنابة نظمت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالتنسيق مع مصالح الأمن مداهمة ميدانية شملت العديد من مناطق الحضرية على غرار المدينة القديمة بلاستا، وكذا نشاط ساحلي، حيث تمكنت من توقيف العشرات من المجرمين والمبحوثين عنهم قضائيا، كما تم حجز عدد معتبر من المشروبات الكحولية والمخدرات. وتأتي هذه العملية ضمن الاستراتيجية العامة للقضاء على أوكار الجريمة. مرزوق عبد القادر والتفاصيل. واش خدم بهم هذا؟ هذا خدمت بهم بابي كولون، كي جبت الطاكسي من شريت. هذا يخدموا بهم بابي كولون هذا؟ وليت ما عنديش. كاين اللي نشرب شوال على الفار. عندهم طلعوا شراب. نظمت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة عملية مداهمة مشتركة بإشراك وحدات الأمن الوطني بولاية عنابة. هذه العملية شملت الأحياء وكذا أماكن معروفة بالإجرام. ولنجاح هذه العملية سخرت قيادة المجموعة كافة الوسائل المادية والبشرية، وكذلك إشراك ثنائيات سينو تقنية. تمت العملية الشرفية المشتركة بين جهاز الأمن الوطني والدرك الوطني التي سخرت لها جميع الإمكانيات المادية والبشرية، حيث أسفرت العملية على توقيف عدة أشخاص، بينهم أشخاص محل أبحاث، أشخاص بحوزتهم مخدرات وحبوب مهلوسة، أشخاص بحوزتهم أسلحة بيضاء، كذلك تفتيش وتحويل مركبات ودراجات نارية بدون وثائق. وإن شاء الله في المستقبل راح نستمر على مثل هذه العمليات في قطاعات أخرى.